السلام عليكم، صباح الخير. في واحد يسأل يقول بالنسبة للكهرباء الإنشائية للمباني والمساكن، هل يدرسها مهندس الكهرباء أو طالب الكهرباء في الهندسة في الجامعة؟ لا، ما يدرس الكهرباء الإنشائية، ما تدرس في الجامعات. معظم برامج البكالوريوس في الجامعات في العالم ما تدرسك الكهرباء الإنشائية، يعني ما تأهلك إنك تصير مهندس كهرباء للمباني. لذلك هذه تيجي بعد الوظيفة، لكن أنت في الهندسة أو في الجامعة راح تدرس الأساسيات اللي تبنى عليها جميع الأنواع الكهرباء، سواء الإنشائية أو الصناعية. لذلك لا يوجد تخصص في الجامعات اسمه كهرباء إنشائية، لكن قد يكون بعض الجامعات عندها كورس واحد على الأقل، قد يكون إجباري أو اختياري، يدرس هذا الموضوع. ولكن واللي يسأل إيش الفرق بين الكهرباء الإنشائية والكهرباء الصناعية؟ الكهرباء الصناعية هي الكهرباء اللي تأهلك لما تتخرج من هذا التخصص تشتغل في محطات الكهرباء، تشتغل كمهندس كهربائي في المصانع، أو حتى كفني كهربائي في كلية التقنية. فهذه هي الكهرباء الصناعية اللي هي لا علاقة بالآلات، سواء كمولدات، كمحطات، كماشين، كترانسفورمر. أنت راح تصير هناك تتعامل، حيكون مجالك في الصناعة غالبا. أما الكهرباء الإنشائية فهذه كهرباء خاصة بالمباني، سواء كان سكنية، تجارية، أو حكومية أو غيرها. يعني أنت حتصير متخصص وتفهم كيف توصل الكهرباء للمبنى من الأساس إلى التشطيب. لذلك هذه تعتمد على أكواد، أو تعتمد على قواعد وأنظمة وتنظيمات أيضا خاصة بالبلديات. فمهندس الكهرباء حتى يعني ما هو محتاج لأنه يصير يعني أو يدرس إنشاءات أو كهرباء إنشائية فترة طويلة، لأنه بعد ما يتخرج إذا أخذ كورس مثلا في التصميم الكهربائي لمدة أسبوعين أو إلى شهر قد يصبح ملم، فما يحتاج أنه يضيع وقت طويل في البكالوريوس في هذا الموضوع. لكن الفنيين لا، الفنيين هم راح يشتغلوا مباشرة في هذا المجال، فيجب تأهيلهم بدراسة، بدبلوم، بدورات طويلة، يعني 6 أشهر فما أكثر وأكثر. فنعم، مهندس الكهرباء لا يحتاج أنه يدرس كهرباء الإنشائيات أو الإنشاءات فترة طويلة في الجامعة، وحتى ممكن ما يدرسها إلا بعد ما يتخرج من خلال الكورسات أو الدورات التدريبية، أو حتى الاحتكاك والممارسة بالعمل في مكاتب إشرافية أو مكاتب مقاولات للتصميم الكهربائي.